السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قرار هام بشأن بشها... الامتحانات من طارق شوقي وزير التربية والتعليم وافق النهارده على السماح للطلاب المفصولين بسبب عدم تحقيق نسبة حضور 85% من أيام الدراسة أو 75% من مجموعة الساعات المكررة التدريبات العملية. وكذلك برضو الذين استنفذوا عدد مرات اعاده القيد بالتقدم لامتحان هذا العام من الخارج للصف الدراسي الذي بلغوه خلي بالك بقى وفق القرار الوزاري رقم كام 562 بتاريخ 9/12/2014 ويستثنى الطلاب هذا العام فقط من الشرط المنصوص عليه في القرار سالف البيان اللي هو بمرور عام دراسي كامل على نجاحهم في الصف السابق دون ان يمتد هذا الاجراء الى الطلاب المفصولين لاسباب اخرى غير الغياب يعني اي طالب مفصول غير غياب هيمتحن عادي ونظرا لاستبدال امتحانات سنوات النقل التحريريه فصل الدراسه بالتقييم من خلال البحوث يتم تطبيق القواعد والضوابط الخاصه بتقديم البحوث التطبيقيه في سنوات النقل على هؤلاء الطلاب يعني هتبقى زيك زيهم وايضا مع السماح لهم بحضور الامتحانات العمليه التي ستعقد ان شاء الله في الاسابيع الثلاثه السابقه لبدء الدراسه في العام الدراسي القادم ده قرار كويس جدا عشان كده هنشوف الايام اللي جايه ايه كاتب لنا ايه الايام اللي جايه ربنا يعدي على خير ده كان قرار من وزير التربيه والتعليم اللي وافق على السماح للطلاب المفصولين بسبب عدم تحقيق نسبه الحضور او كان بقى 85% من ايام الدراسه او 75% من مجموعة الساعات اللي هم هيمتحنوا عادي الا لما يكون بقى طبعا اسباب غير الغياب. ده كان قرار هام من وزير التربيه والتعليم انتظرونا في كل جديد واكيد على قناتكم قناه اجيال الاندلس. كان معكم اسامه ريس. قناه اجيال الاندلس ما تنساش الاشتراك في القناه وفعل الجرس حتى يصلك كل اشعاراتنا اول باول. في امان الله.